طيب اكيد حضراتكم مستنيين الكواليس اللي حصل امبارح، سواء اللي حصل او اللي هيحصل، الامور كانت ماشيه ازاي امبارح. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في اجتماع في منزل الكابتن محمود الخطيب، وفي حضور عدد كبير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا في حضور وزير الشباب والرياضه اللي كان حريص جدا جدا ان هو يطمن الاول على حاله الكابتن محمود الخطيب، وايضا كان حريص في الحديث عن كل الأمور والحلول اللي ممكن تؤدي لإنهاء هذه الأزمة على الساحة الرياضية الكروية المصرية بالتحديد. اللي حصل إيه؟ الاجتماع تقريبا قعد بتاع حوالي 6 7 ساعات، حلول من هنا وحلول من هنا، بعض الحلول ممكن يكون النادي الأهلي رفضها، بعض الحلول اللي ممكن كان يبقى فيه قبول لدى المسؤولين في النادي الأهلي عنها. فكل دي هذه الأمور اللي حصلت. النتائج النهائية إيه؟ هنعرف خلال الساعات القليلة جدا المقبلة. إزاي؟ في اجتماع خلص تقريبا من حوالي نص ساعة ما بين وزير الشباب والرياضة واثنين من أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو الكابتن أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل. الوزير طبعا اتكلم معاهم في الحلول اللي ممكن يكون وصل ليها مع مجلس اداره النادي الاهلي بالامس، واقرب الحلول والانسب ايه والدنيا تمشي ازاي. فبالتالي هم خلاص ارجعوا القرار النهائي بعد انتهاء هذا الاجتماع في انتظار عوده الاستاذ عمرو الجنايني رئيس هذه اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم. الراجل هيعود النهارده، بالتالي هيبقى في اجتماع بالليل مع الوزير عشان ياخدوا القرار النهائي. لكن في بعض المعطيات، في بعض المؤشرات اللي بتقول الاتجاه رايح لفين. المؤشرات بتتمثل في ايه؟ بتتمثل مثلا ان لحد دلوقتي طاقم الحكام اللي تم الاعلان عنه لاداره مباراه الاهلي والجونه ما سافرش، كان المفروض يسافروا النهارده الصبح ما سافروش، ومأجلين ميعاد السفر لغايه بالليل لغايه لما يصدر قرار نهائي. دي نقطه. النقطه الثانيه، النادي الاهلي بيواصل تدريباته عادي، التدريب النهارده ابتدى الساعه 4 عصرا كالعاده، يعني اللي هو الميعاد اللي بيبقى فيه تدريبات النادي الاهلي كل يوم. وبالتالي ايضا النادي الاهلي ما سافرش، ما فيش اي حجوزات للنادي الاهلي في الجونه. بالتالي النادي الاهلي متمسك بموقفه اللي هو تم الاعلان عنه من يوم الخميس الماضي، وهو عدم خوض اي مباراه في بطوله الدوري قبل مباراه الزمالك. زي ما بقول لحضراتكم، هي دي كده الامور وهي دي الكواليس والاتجاهات. اعتقد ان هي بقت واضحه لحضراتكم. القرار النهائي اعتقد ان انتوا قادرين تستشفوه. مش هنقول ممكن يكون القرار ايه، لان احنا بنحترم جدا جدا الاتفاقات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ووزير الشباب والرياضه. وبالتالي هننتظر اعلانهم او اعلان الوزاره واتحاد الكره بالتحديد عن هذه القرارات ونتائج الاجتماع اللي حصل امبارح في منزل الكابتن محمود الخطيب. زياره الوزير طبعا حاجه مهمه جدا، وزير من الحكومة المصرية، وزير الشباب والرياضة بيزور الكابتن محمود الخطيب، وده دليل قاطع ومعروف عن قيمة النادي الأهلي وقيمة الكابتن محمود الخطيب، وحاجة طبعا مميزة جدا من قبل وزير الشباب والرياضة. وطمن على حالته واتكلموا في كل هذه التفاصيل اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. لكن احنا عايزين نتكلم بقى في جزئية معينة عشان بس الناس تبقى عارفة الأزمة دي المفروض نخرج منها بإيه. أول حاجة، مفيش حد كسبان من الازمه دي. من الاخر، بما فيهم النادي الاهلي ايا كانت ايه القرارات، يعني القرارات اللي هتطلع. احنا مش عايزين نقول ايه الاهلي انتصر، لا اللي مش عارف نادي مين اللي انتصر او اتحاد الكره هو اللي انتصر. مفيش حد انتصر خالص، واحنا هو من خلال قناه النادي الاهلي بنقول لحضراتكم بما فيهم النادي الاهلي محدش انتصر، الكل خاسر من خلال هذه الازمه. ازاي؟ بدليل ان انت عطلت بطوله الدوري، مفيش مباريات هتتلعب، او من الامور يعني لما توضح بشكل اكبر تاجلت مباراه الاهلي والزمالك، وبعد كده في اتجاه التاجيل لمباراه الاهلي والجونه. فبالتالي المتسبب في الازمه كان من الاول طبعا اتحاد الكوره، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده على مدار اليومين اللي فاتوا. لكن احنا خسرنا كلنا انتظام مسابقه، خسرنا كلنا اثاره هذه المسابقه واحترامها، وده اللي كنا بنرغب فيه في الحقيقه، بما فيهم اتحاد الكوره من الاول خالص قبل انطلاق الموسم، واللي قال يا جماعه احنا هنحترم كل المواعيد وكل التفاصيل بقى اللي احنا اتكلمنا فيها دي. فبالتالي الكل خسران للاسف، لكن الاهم ايه؟ ان الكل يتعلم من هذه الازمه. الكل يحاول ان هو ما يكررش مثل هذه الامور، بالذات الناس اللي اتسببت في الازمه دي. نتمنى منهم ان هم يكونوا على قد كلامهم،
اللي قالوه قبل بدايه الموسم عشان ما يحصلش تكرار للي بيحصل دلوقتي. فبالتالي التنافس او الكسبان دايما ده بيبقى في ارض الملعب، المنافسه في الملعب، ممكن فريق يكسب وفريق يخسر، لكن خارج الملعب الكل بيفكر في ايه؟ بما فيهم النادي الاهلي، ولازم نعيد ونزيد في الموضوع ده. النادي الاهلي بيفكر في مصلحه الكوره المصريه، والمفروض باذن الله يعني الفتره اللي جايه الكل يفكر في مصلحه الكره المصريه، الكل يكون عنده الشخصيه القويه لاداره الرياضه المصريه بالتحديد كره القدم اللي كلنا بنتمتع بيها وكلنا بنبقى عايزين نتفرج على الكوره وماتشات الدوري المصري بشكل عام. فبالتالي محدش كسب من الموضوع ده. هتقولي ما هو لو اجلوا مباراه الاهلي وجونا كده الاهلي كسبان او الاهلي عامل اللي هو عايزه. لا، الموضوع مش في ان الاهلي عايز يعمل اللي هو عايزه، الموضوع في ان الاهلي بيحاول يحافظ على انتظام المسابقه، مش عند، مش تكبر اطلاقا خالص. طبعا النادي الاهلي عنده اكبر قاعده جماهيريه في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، مفيش نقاش.